أريد أن تحدثني قليلاً عن خبرتك من خلال تلك التجربة كابتن أيمن. بالتأكيد كابتن أحمد، كان لنا تجربة كبيرة وطويلة مع الملاكمة النسوية الأردنية، وأسسنا منتخبات متعاقبة، ولكن طبعاً لم تكن هنالك الفرصة السانحة أمام مشاركات دولية في العنصر النسوي. لذلك تأخرت الملاكمة النسوية حتى قبل سنتين لتبدأ المشاركات الدولية العنصر النسوي. الآن قد تم التأسيس، وكنا قد شكلنا لجنة نسوية برئاسة رايا قوة إناس حسيبة، وأنا شخصيا قمنا ب عودة إليكم سيداتي، شاركني مع وزن 50 كيلوغرام للسيدات من بطولة آسيا للسيدات والرجال المقامة في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، نزال وزن 50 كيلوغرام بين الفلبين واليابانجا وقطن أحمر وقطن أزرق، وجولة أولى استكشافية من كلا الملاكمتين، حيوية قوية وجميلة من كلا الملاكمتين، رشاقة وأناقة، تحرك مداري من الملاكمتين. كابتن أيمن، ما رأيك فيها؟ طبعا فيتنام دولة يعني تمارس لعبة الملاكمة بالنساء، بطولة آسيا
إذا الكابتن أيمن عودة إلى النزال، وحسب ما ذكرت هنالك دول تستنتج السيئات فيما ترى قدرة حصولهم على ميداليات أولمبية في لعبة معينة، فإنهم يستثمرون أكثر في السيئات. من خبرتك كابتن أيمن، كيف يمكن لنا أن نظهر في مراكبة السيئات على مستوى الوطن العربي؟ أنت كنت قد كنا ذكرت قبل قليل قد قلت تجربة تأسيس أول مراكبة للملك الأردني الهاشمي، وحصلت على أول ميدالية مع ذلك الفريق من خلال مشاركتك في بطولة الآسيوية. نريد منك كرة أداء مثالي يا أستاذ. هذه لعبة خشنة وقوية وفيها، إذا كنت تتحدث عن إنجازات فريق الناشئين في عام 2000 شاهد مثلاً في هذه الجامعة حققت ميداليات تأهلات وميداليات أولمبية
عالمية فيتنامية تصعد الفلبينية بمستقيمة خلفية قوية جدا صراحة. عليك أن تكون حذرة مستقيمات قادمة. أوه الفلبينية صراحة تقدم. كابتن أيمن مستوى قوي في النزال، ما رأيك؟ الجولة الثانية وتقدم كامل للعبة فيتنام بحصولها على كامل نقاط الجولة الثانية، رأينا ذلك والسيطرة. إذن كابتن أيمن، الاستثمار في ملاكمة السيدات ممكن أن يقصر مسافة الحصول على إنجاز أولمبي. إذن برأيك أنت أن علينا الاتحادات العربية أن تهتم أكثر بنشر رياضة الملاكمة وتوسيع القاعدة واهتمام أكثر في الفئات العمرية الصغيرة من الفتيات حتى نهيئ لهن الوصول إلى المحفل الأولمبي وتحقيق إنجاز على مستوى الأولمبياد للمنتخبات الشابة العربية والأردنية. والمصارعة وغيرها حققت إنجازات أفضل فيها. عودة إلى النزال قوي جدا صراحة ما بين فيتنام والفلبين، ومحاولات جادة من اللاعب الفلبينية لتدارك ما فاتها من جولة الثانية التي حدث بالضغط على لاعب فيتنام، لكن لاعب فيتنام صراحة لاعبة مهارية فنانة صراحة جميلة جدا أداؤها. الثواني الأخيرة من هذا النزال الشيق،
الجميل معي قرع الجرس وانتهاء هذا النزال الذي آفق الكابتن أيمن سوف إلى لعبة فيتنام. ما رأي الكابتن أيمن فنيا لمن تعتقد أن النتيجة ستذهب الآن؟ إذن كابتن أيمن كما توقعت كابتن أيمن فوز لعبة فيتنام الأنيقة والرشيقة والتي أقنعتك بأدائها وكذلك أقنعت السادة الحكام عشان حصلت على قرار منقسم ولكن كان